تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض جعلوا القرآن عضين. عضين يعني مقطع. الآية تعجبني آخذها، والآية ما تعجبني شنو أتركها. الآن الوهابية في العالم جعلوا القرآن عضين. إن الذين يدعون من دون الله يقرأ لك تقوا إليه الوسيلة. شنو تقوا إليه الوسيلة؟ ما تعجب هاي الآية أصلا، يضايق منها. بتقوا إليه الوسيلة استعانة منحصرة بالله، بالله ياك نعبد ياك نستعين. لا لا، استعينوا بالصبر والصلاة. لا الصبر الله ولا الصلاة الله. الصلاة واسطة تقربك إلى الله. استعينوا بالصبر والصلاة. لا يعلم الغيب إلا الله. إيه؟ إلا من ارتضى من رسول. وين توديها؟ فإذا واحد يعلم الغيب بإذن الله، يعني هو الله ارتضى، إلا من ارتضى. ما تعجبه هاي، بس ديش تعجبه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟